يعطيكم العافية، معكم مسامحكم اي تي. اليوم حنحكي عن كونست. كونست اختصار لكونستانت او ثابت. حنستعمل مكانين، اولهما بالنسبة للفاريبلز، الثاني بالنسبة للفانكشنز جوا كلاس. هلا بالنسبة للفاريبلز، احكي انت ببرنامجك كنت تتعامل مع قيمة الضريبة tax rate، وكانت ايامك 0.08 8%. كم هلا انت منطقيا قيمة الضريبة لو انت تتعامل مع فئة واحدة من المنتجات ثابتة، يعني بدك قيمة الضريبة تكون ثابتة، ولكن فعليا بالكود اللي طلعت بقدر احكي tax rate، بقدر اضيف عليها واحد، اطرح منها واحد، بقدر بشكل عام اغيرها، ولكن قيمة الضريبة بديها تكون ثابتة. شو الحل؟ مستضيف كلمة const. طلعت ضرب ايرور. يعني ببساطة const بالنسبة للvariables بمنعك من انه تغير قيمة بعد اول مرة تعرفها. طب تقول لي هلأ ليش استعملت variable اذا هي ثابتة، ليش ما استعملت ثابت مباشرة؟ اقول لك بكل الرقم في كثير خانات، او كان مثلا رقم كثير صغير. او ببساطة تخيل انت لو كنت معرفهم كلهم هيك نستعملهم قيم، وبعديها تغيرت الضريبة ل 16%، بدك تروح على كل مكان معرف فيها 0.08 وتغيرها. وبعدين كمان استخدامك للvariables فعليا اوضح من استخدام ارقام بحد ذاتها. هاي هو الاستعمال عشان تتأكد ان الvariable قيمته ما تتغير بعد ما تعطي اول قيمة. الاستخدام الثاني بالfunctions جوا الكلاسز هو مشابه. ببساطة إذا بدك الفونكشن ما يغير أي member variable، ركز أي member variable ما يتغير قيمته تعطي const. وأبسط مثال عليه الget. الget أنت بس بدك إيش ترجع قيمة، كم بغض النظر عن أي style ثاني تستعمل تحط const. ماشي. هلا لما حكيت const يعني بالنسبة لهذا الـ function جوا classes إنه لا يمكن تغيير الـ member variables، يعني إذا حطيت x equals 5 عمل لي error، ولكن x1 هو مش member variable عادي. كم هلا لو شلت const طلع فإذا أنت بدك function تضمن إنه ما يغير قيمة، بدل ما انت تضلك متذكر والله هذا ما بيغير قيمة، خلص تخلي كودك هو يفرض هاي الشغلة. وهاي بتفيدك طبعا بالجود كود، انه تخلي كودك يشرح نفسه، انه والله ما تشوف كونست، حتى لو انت اول مرة بتشوف الكود ولا ما عرفت المبرمج ولا البرنامج، تعرف انه انت خلاص كونست لا يمكن تغير ايش member variables. كم هلا بتقدر تحطها فعليا هاي لأي هلا دائما تحطها بعد الهيتر وقبل كان البريسز. كم get values كمان const، بقدر احطها، بقدر احط print كمان const. كم هلا input يعني لو حطيت const حكون خربت عمل input. input بدي اياها، input بدي اياه يقدر يغير x و y، ف مش منطق احط const ولا move right، لانه انا بدي انه بغير بدي يغير قيمة x. كم const له استخدامين، variable ما بدك يتغير قيمته، و functions ما بدك تغير الممبر variables. كم يعطيكم الف عافيه.